كشي %80 تاريخي gerçekliğe dayanıyor. بعد أن حملت اللهجة السورية الدراما التركية إلى بيوت المشاهدين العرب واقترنت بها، أضحت مشاهدة المسلسلات التركية خبز الأسرة العربية اليومي بموضوعاتها المتنوعة. موضوعات حاولت أسرة مسلسل السلطان عبد الحميد توضيح أثرها على الجمهور العربي من خلال ندوة ثقافية دعا إليها بيت الإعلاميين العرب في تركيا. فالمسلسل الذي واجه ضغطا من اللوبيات الصهيونية لوقف عرضه لم يجد من يتحمل تبعة إنتاجه سوى التلفزيون الرسمي التركي وبدعم من الرئاسة التركية ذاتها. نحن نشهد أن المتابعين لهذه الأعمال بدأوا بفهم حقيقة السلطان عبد الحميد، سواء على صعيد التعليقات والرسائل التي وصلتنا من البلاد العربية أو الأوروبية. الكثير من الناس بعد مشاهدة المسلسل قاموا بمراجعة الكتب التي تتعلق بالسلطان عبد الحميد. توضيح المغالطات التاريخية التي أثيرت حول السلطان عبد الحميد وتبديد سحب الالتباس بين العرب والأتراك مهمة سعى القائمون على المسلسل لإنجازها ضمن سياق درامي مشوق وتفاصيل تاريخية لم تكن معروفة لمعظم المشاهدين. بصراحة كل الأدوار تتسم بالصعوبة، لكن أكثر الأدوار التي أديتها صعوبة هو دور محمود باشا، لأن هذه الشخصية تتفرع إلى عدة شخصيات وعليك أداؤها جميعا. على سبيل المثال، عندما يتحدث محمود باشا إلى السلطان عبد الحميد تختلف طريقة الأداء، أو حديثه إلى عائلته تكون مختلفة أيضا. ورغم اقتصار المسلسلات التركية على المواضيع الاجتماعية والبوليسية في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك مسعى تركيا لإنتاج المزيد من الأعمال التاريخية التي تقرب بين الشعوب وتزيد التواصل بينها. السلطان عبد الحميد وقيامة أرطغرل وقوت العمارة وغيرها من مسلسلات تركية وجدت طريقها إلى قلوب المشاهدين العرب، وتحاول أن تكون جسرا ثقافيا بين الطرفين اللذين يجمع بينهما بكل تأكيد أكثر مما يفرق.